طيب خلينا نبدا معك ابو فيصل. الان اليوم لعب المنتخب السعودي في موضوع اخر، المنتخب السعودي الاولمبي لعب اليوم مباراه امام المنتخب الفيتنامي، كسبها باربعه اهداف. مباراه الذهاب يعني كسب الاهم، كسب خلينا نقول النقاط او كسب الفوز في المباراه، كسب المباراه تحديدا، ولم يكن الاداء مقنعا كثيرا للمتابع السعودي، كان في تخوف من مساله الانسجام رغم ان المباراه على الارض وبين الجماهير، حينما لعب المنتخب السعودي خارج القواعد كما يسمى أمام المنتخب الفيتنامي، ضرب بالأربعة وقدم مستوى فني لافت. بالتأكيد أخوي تركي، إذا سألت عن المستوى الفني فعليك أن تعود للوراء، أنت لا يعني عليك أن تسترجع أن المنتخب، جميع المنتخبات السعودية لم تعسكر، يعني في لنا فترة طويلة من البطولات من آخر خروج، يعني أنت فاكر. فبالتالي يعني أنا أعتقد أنه عدم خوض معسكرات، عدم تهيئة فنية، عدم تدريبات، عدم انسجام هو اللي غيب المستوى الفني، بالتالي النتيجة حتكون يعني مقبولة مع هذه المسببات ومع هذه الدواعي يعني. بس كان أداء المنتخب اليوم مقنع بالنسبة لك أبو فيصل؟ لا أبدا ما هو مقنع، ولكن يعني طالما النتيجة ماشية في صالح المنتخب أنا أعتقد أنها مرضية وليست مقنعة كمستوى وأداء فني. الشاهد من الحديث انه انا اخاف انه هذا المستوى يعني وغياب المستوى سيؤثر في مقابلات متقدمه مع منتخبات اقوى يعني. بس في كثير متابعين سالتهم انا ابو فيصل اليوم وانا ايضا شفت المباراه، ذكروا انه في تطور كبير من المباراه الاولى للثانيه، غريب يعني انه انت ما شفت انه في المنتخب السعودي اداء جميل اليوم. انا بالنسبه لي انا اللي شفته اليوم انا اعتقد ان اجتهادات فرديه ما يملكها اللاعبون من مخزون لياقي وفني، خصوصا انهم خارجين من نهايه موسم. انا اعتقد انه توقيت البطوله كان يعني جدا غير مناسب. اعتقد ايضا انه غياب المعسكرات الاعداديه للمنتخبات وذلك لغيابهم عن البطولات اثر على الجهاز الفني في المنتخب، يحتاج الى وقت يعني ابو فيصل شو المعسكرات؟ يعني اللاعبين جهزوهم معسكرات وقبل شوي تقول انهم خارجين من موسم طويل، يعني موسم طويل معناته جاهزين اللاعبين ما يحتاجون معسكر. انا معك ولكن اذا اردت انت انسجام بين مجموعه جايه من كل نادي، يعني من 14 نادي او من 6 او 7 انديه، انا اعتقد انه المدرب اي مدرب كان يحتاج الى وقت حتى يتم الانسجام بين هؤلاء اللاعبين. اثنين لاعبين او ثلاثه لاعبين في نادي واحد غير منسجمين في التمارين ما حينسجموا في المباريات اكيد يعني. فبالتالي اللي اشوفه الان هي اجتهادات فرديه، اي نعم لا تخلو من التوجيه التكتيكي الفني، انا يعني لا اغيب هذه الجهه، ولكن طغى على الموضوع المهارة الفردية للاعب السعودي، وأنا أعتقد أنه لعيبة زي الجيزاوي زي نواف العابد يملكون مهارة كبيرة في المنتخب. أبو عمر تتفق مع أنه المنتخب اليوم ما قدم مستوى جيد؟ لا أختلف معه في هذا الجانب. المنتخب قدم أداء، لكن هل السؤال الذي يطرح نفسه بصورة أخرى، هل الأداء هذا يصل أو يرتقي إلى مستوى الطموح؟ طبعا لا. المنتخب فيه جوانب قصور فني لا سيما في المناطق الخلفية، المناطق الخلفية الفريق بيعاني منها معاناة شديدة، وأعتقد الفريق الفيتنام اليوم رغم تواضع الأداء إلا أنه كشف لنا واقع أنه المناطق الخلفية أخرجنا في كثير، وبالتالي على أنا أعتقد أنه الجهاز الفني الآن مطالب من الآن إلى 21 يناير 21 سبتمبر بمعالجة هذه المشكلة، إذا أراد أن يواصل المسير في التصفيات والتأهل إلى أولمبياد لندن، لأنه سيواجه فرق أفضل. لا ننسى هذا الفريق ليس بالفريق العادي، أقول ربما تطرح السؤال كيف، أقول لك لأنه هذه المجموعة معدة فنيا وجاهزة خارجة من المجموعة الحالية موجودة في المنتخب الأولمبي، لم تحصل يمكن في مرات كثيرة بهذا الشكل، لأن مجموعة أساسية في فرقها في النائب الدوري صحيح، ومنذ 3 سنوات أقل لاعب الآن مضى عليه سنة، فبالتالي الآن ما نحتاج معه هو أن نحتاج جوانب تكتيكية أفضل، دراسة لواقع الفريق واحتياجاته.